بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أبنائي طلبة وطلبات الصف الخامس الابتدائي، درسنا النهارده اسمه المعادلات. قبل ما نخش الدرس النهارده المعادلات، هنعرف حاجتين مهمين عندي: تعبير عددي وتعبير رمزي. يعني إيه تعبيرات عددية؟ فاكرين لما كنا بناخد 3 زائد 2 بتساوي 5؟ هو ده التعبير العددي. يعني إيه؟ يعني جملة رياضية لا تتضمن رموز، ما فيهاش أي رموز عندي. زي 5 زائد 3 بتساوي 8، دي تعبير عدد. زي 8 زائد 2 بتساوي 10، دي تعبيرات عدديه. طيب ايه بقى التعبيرات الرمزيه؟ هقول لك التعبيرات الرمزيه فيها من اسمها كده يعني بتتضمن رموز. يعني ايه؟ يعني س زائد 2 بتساوي 5. بص كده، رمز اهو اللي هو الس مجهول، يبقى هي جمله رياضيه تتضمن قيمه مجهوله اللي هو الس اللي عندي. زي برضه س ناقص 2 بتساوي 5، دي ايه؟ تعبير رمزي. زي س ناقص 3 بتساوي 8، برضه تعبير رمزي. طيب نلاحظ حاجة مهمة قوي عندي، لو جه قال لي عدد س ضعفه، أو أنا لو معايا تفاحة، أجي أقول لك ضعفها كام؟ هتقول لي 2 تفاحتين، يعني 2 من التفاح. طيب أنا عندي عدد س يبقى ضعفه 2 من الس اللي هو العدد اللي موجود عندي. طب لو قال لي عدد س 3 أمثال، يبقى 3 من العدد س اللي موجود عندي. طب لو قلت لك عدد س ثلثه، يبقى أنا هضرب تلت في العدد اللي موجود عندي. طب عدد س نصفه، يبقى نص في العدد اللي موجود عندي اللي هو س. طيب الملحوظتين اللي جايين دول مهمين قوي. لو جه قال لي عدد س مطروحا منه 8، يبقى هيبقى العدد الاول وبعد كده هقول ناقص وبعد كده نقط. انا قلت لك 8 هحط ال 8 هنا، لو قلت لك عدد س مطروحا منه 11 هتحط 11، عدد س مطروحا منه 12 هتحط 12 هنا مكان النقط. يبقى س ناقص اللي هي الطرح اللي عندي، عمليه الطرح اللي عندي، وبعد كده ايه؟ نقط. طب لو قلت لك عدد س مطروحا من ال 8، يبقى هخلي العدد اللي عندي الاول وبعد كده علامه الطرح اللي عندي وبعد كده العدد س. يبقى عدد س مطروحا من ال 8 يبقى هتبقى 8 ناقص بالس، عدد س مطروحا من ال 9 يبقى 9 ناقص الس. طيب هنا لو جيت قلت لك عدد س مطروح منه 8 منه، يبقى هنا تبقى س ناقص ال 8، نفرق ما بينهم قوي، دي مش هي دي. بعد كده لو جيت قلت لك اكمل، اداني سؤال وقال لي اكمل، اذا اضفنا 3 الى ضعف العدد س فاننا نحصل على، انا عارف ان ضعف العدد س اللي هو 2 س. اضفنا دي يعني زائد، عمليه الزائد اللي عندي. اضفنا 3 الى ضعف العدد س يعني عندي ضعف العدد س 2 س، اضفنا يعني زائد، وضفت له كام؟ ضفت له 3. هنحصل على 2 س زائد 3. نفس الكلام هنا، اذا طرحنا يعني ناقص 8 من ضعف العدد ع، ضعف العدد ع اللي هو 2 ع، نحصل على ضعف العدد ع 2 ع، طرحنا منه كام؟ 8، يبقى 2 ع ناقص 8. اذا اضفنا 5 الى 3 امثال العدد ص، 3 امثال العدد ص اللي هي 3 ص، اضفنا يعني زائد، يبقى هضيف له 5، يبقى 3 امثال العدد ص يبقى 3 ص، هضيف له كام؟ هضيف له 5، يبقى نحصل على 3 زائد 5. نخش بقى في درس النهارده اللي هو المعادلات. المعادلات دي بقول لك هي علاقه رياضيه بتتضمن تساوي بين طرفين. يعني ايه؟ يعني تعادل او تساوي. لو انا رحت عند الفكري قلت له انا عايز 2 كيلو موز، هيحط لي 2 كيلو موز في كفه وهيحط لي الموازين في الكفه الثانيه، هي دي، وهيتم يطبق الموازين دي لحد ما يبقوا قصاد بعض كده، تعادل قصاد بعض. هي دي بقى ايه؟ المعادله اللي عندي، يعني طرفين ما بينهم علامه التساوي. بص كده على التعبيرات الرمزيه، اول حاجه قلت لك س زائد 2 بتساوي 5، ما هي ده طرف اهو وده طرف وما بينهم علامه التساوي، هي دي ينفع اقول عليها معادله؟ اقول لك اه دي معادله. طيب س ناقص 2 دي ينفع اقول عليها معادله؟ لا مش معادله. ليه؟ لان ما فيش طرف تاني وما فيش علامه التساوي. طب لو قلت لك س ناقص 2 بتساوي 8، دي معادله؟ اه معادله. طيب س ناقص 5 بتساوي 13، دي معادله؟ اه معادله. طيب س بتساوي 2، دي معادله؟ اه معادله، ما هو في طرف اهو وفي طرف تاني وما بينهم علامه التساوي، تبقى دي معادله. طيب لو جه قال لي حل المعادله اللي عندك دي، يعني ايه حل المعادله؟ بيقول لك هو عايز يوجد قيمه المجهول. يعني ايه حل المعادله؟ يعني عايز قيمه المجهول اللي عندي. المجهول اللي عندي هنا ايه؟ س. بص كده، س زائد 5 بيساوي 8، هو عايز قيمه الس.
الا 4 على 5 يديني 8. سامع واحد بيقول لي 3 نسخه، اقول لك اه بس تعالى نحلها كده الاول. يبقى س زائد ال 5، انا عايز س لوحدها، عايز س بتساوي، يبقى هنا هطرح منها 5 عشان امشي ال 5 دي. طيب هتساوي 8 هسيبها كده؟ لا، انا طرحت من الطرف بتاع كفه الميزان دي 5، هطرح برده من كفه الميزان من الناحيه الثانيه 5. يبقى س زائد ال 5 ناقص ال 5 دي هتروح معايا، يبقى هتساوي س 8 ناقص 5 هيساوي 3. هي الثلاثة اللي انت قلت عليها، بس هنا انا حددت عشان ما اتلخبطش، ممكن يبقى في اعداد كبيره ما اقعدش ايه احسب على صباعي. بعد كده 3 س ناقص 6 بيساوي 12، انا عايز امشي 6، يبقى 3 س ناقص 6 زائد 6 بيساوي كام؟ بيساوي 12. طب انا هنا جمعت 6 يبقى هجمعها الناحيه الثانيه. بعد كده هقول له 3 س هسيبها كده؟ لا، هطير دي مع دي، هتساوي 12 زائد 6 18. طيب هي كده انا حليت المعادله؟ لا ما حليتهاش، انا عايز الس لوحدها، انا مش عايز قدامها حاجه ولا وراها حاجه ولا مطروح ولا مجموع عليها اي حاجه خالص. يبقى السبب هجيب الس هنا لوحدها. طب لو قسمت على الثلاثه الاقي ان الثلاثه راحت مع الثلاثه هتفضل الس، هقسم هنا برضه على الثلاثه زي ما احنا قلنا. اي عمليه بعملها في الطرف اليمين بعملها في الطرف الشمال، يبقى هنا الس هتساوي كام؟ هتساوي 6، وده حل المعادله اللي عندي. ممكن يجي في صيغه السؤال يغيره، يقول لي كون المعادله التي تعبر عن كل موقف ثم حلها. يعني ايه الكلام ده؟ يعني من كل موقف يجي عدد اذا ضرب في الثلاثه هتروح منه 8 ينطق 16. انا عايز اطرح الايه؟ انا عايز اعبر عن الموقف ده الاول بالتعبير الرمزي، وبعد كده احل المعادله اللي هتطلع عندي. عدد انا هرمز له بالرمز س، بيقول لي ضرب فيه 3، يبقى 3 س طرحه منهم 8، طرحه منه يبقى العدد الاول وبعد كده ناقص ال 8 ينتج. هنتفق اتفاق ان كلمه ينتج او كان الناتج هي في المساله او في التعبير الرمزي اللي عندي اللي يساوي، يبقى ينتج هنزل يساوي، ينتج كام؟ 16. انا كده حولتها للتعبير الرمزي اللي عندي. اه طب بعد كده هو عايز يحل المعادله، طب انا احلها ازاي؟ قلنا بننزل الس باللي معاها الاول، وبعد كده بتخلص من الايه اللي موجود جنبها، ال 8 هجمع عليها 8 عشان تمشي، يبقى 16، هجمع هنا برضو 8، يبقى 3 س دي راحت مع دي، هيتساوي كام؟ 16 زائد 8 24. هعمل ايه تاني؟ هقسم على 3 عشان امشي ال 3 اللي معاها، وهقسم هنا على 3، على 3 وهنا على 3 في الواحد، يبقى الس هتساوي كام؟ 8. هو ده حل المعادلة اللي عندي. نفس الكلام، عدد اذا قسم على 4، العدد عندي س، بيقول لي قسم على 4 يبقى س على ال 4. بعد كده العملية اللي عندي طرحة منهم 10، طرحة منهم 10 يبقى العدد الأول بعد كده الإيه؟ العدد اللي عندي. الرمز الأول بعد كده العدد اللي عندي، كان الناتج شفناها؟ آه هننزل اليساوي بتاعتنا، كان الناتج كام؟ 1، يبقى س على 4 ناقص 10 بيساوي 1. طب ده للتعبير الرمزي. بعد كده هو عايز يحل المعادلة، أقول له س على ال 4 هتخلص من اللي جنبها ناقص 10 زائد ال 10 بتساوي 1 زائد ال 10، يبقى هنا س على ال 4 دي هتروح مع دي هتساوي كام؟ 11. يبقى الس هتساوي كام؟ وانا عندي هنا لما كانت مقسومه أو لما كانت مضروبه فيها انا قسمت على 3، طب هنا هي مقسومه انا هضرب في نفس الايه؟ العدد الموجود في المقام اللي عندي عشان اغيره، يبقى هضرب في 4، ال 4 هتروح مع ال 4 هيفضل لي الس، هيفضل لي الس بتساوي كام؟ 44، هي ال 4 في 11 في 44، وهو ده حل المعادله اللي عندي. يجي بعد كده يقول لي عدد اذا قسم على 3 واضيف اليه 7 ينتج 10، انا هحولها الاول تعبير رمزي، عدد س قسم على 3 يبقى س على 3 واضيف اليه، اضيف يعني زائد، اضيف اليه كام؟ 7، ينتج شفتها؟ هنزل اليه يساوي، وبعد كده ال 10 اللي هو مديها لي، هجيب الس لوحدها يبقى س على 3 زائد 7 ناقص 7 بتساوي كام؟ 10 ناقص 7، يبقى س على 3 هتساوي كام؟ هتساوي 3. طيب هضرب هنا في 3 عشان امشيها من المقام وتروح معاه، وهضرب هنا في كام؟ هضرب هنا في 3، يبقى س هتساوي كام؟ هتساوي 3 في 3 ديت ب 9. هو ده حل المعادله اللي عندي.